العلاج الوظيفي هي إحدى المهن الطبية المساندة التي تهتم بتحسين الوضع الصحي ونمط الحياة للأشخاص من خلال الوظيفة. إن الهدف الرئيسي لمهنة العلاج الوظيفي هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من القيام بوظائفهم اليومية بشكل آمن وبدرجة عالية من الاعتماد على الذات، والتي تعطي معنى وهدف لحياتهم وتساعد على دمجهم ومشاركتهم في المجتمع بشكل فعال. الوظيفة هي كل شيء يقوم به الشخص خلال حياته اليومية، سواء كان عمل مدفوع الأجر أو تطوعي، أنشطة العناية الذاتية مثل النظافة الشخصية، الأكل، استخدام المواصلات والتعامل مع النقود، أو اللعب والترفيه. يقدم المعالج الوظيفي خدماته لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة من جميع الفئات العمرية بغض النظر عن ثقافتهم ودينهم وجنسهم، والذين لا يستطيعون القيام بوظائفهم ومهامهم اليومية بشكل مستقل نتيجة لإصابة أو مرض أو المعيقات بيئية مادية مثال عدم وجود شاحط، أو بيئية اجتماعية مثل التوجهات السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. من الأمثلة على هذه الإعاقات الإعاقة الجسدية مثل الشلل النصفي، الإعاقة النفسية مثل الاكتئاب، الإعاقة الذهنية مثل صعوبات التعلم، الإعاقة الحسية سمعية أو بصرية، الاضطرابات السلوكية والاجتماعية، والإعاقات الفكرية تطورية والتعلمية، وأمراض الشيخوخة مثل الزهايمر والروماتيزم. يعمل المعالج الوظيفي عادة مع فريق مهني متخصص في أماكن مختلفة، منها المستشفيات الخاصة والحكومية، مراكز التأهيل الجسدي، المهني والنفسي، المؤسسات التعليمية، العيادات المتخصصة، والمراكز الروائية، ويستخدم تقييمات تخصصية مختلفة تساعده على تحديد قدرات ومشاكل المنتفع بهدف وضع الأهداف وإيجاد الطرق العلاجية المناسبة لتحقيق هذه الأهداف. ويقوم المعالج الوظيفي بوضع البرامج العلاجي بالشراكة مع المنتفع. بعض الخدمات التي يقدمها المعالج الوظيفي: جلسات فردية مثل تدريب المنتفع على استخدام الكرسي المتحرك، جلسات جماعية مثل تطوير قدرات مجموعة من المنتفعين لديهم مشاكل مشتركة مثل التواصل والثقة بالنفس، عمل توصيات بتعديل البيئة الفيزيائية بما يتناسب واحتياجات المنتفع، تزويد المنتفعين بأدوات مساعدة بحسب احتياجاتهم والتي من شأنها تسهيل قيام الوظائف والمهام اليومية وعمل تعديلات على هذه الأدوات، موائمة وتعديل الوظيفية التي يقوم بها الشخص لتتناسب قدراته، توجيه وتدريب المنتفع وعائلته على طرق وأساليب وقائية. صفات المعالج الجيد: أن يكون ذات أخلاق مهنية عالية، احترام خصوصية وكرامة المنتفع، الإبداعية، القيادة،
العمل ضمن الفريق، ذكاء، اتصال والتزام، مهارات متعددة مثل اللغة الإنجليزية، مهارة يدوية فنية، القدرة على التحمل، قوة الملاحظة، الاهتمام بمجال الإعاقة، الدافعية، وإتقان اللغة الإنجليزية، قراءة وكتابة ومحادثة.